محاضرة يوم الخميس القادم 20 أغسطس الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة بإذن الله تعالى. بعد انتهاء كل محاضرة على حدة بيتم إصدار لحضراتكم شهادة حضور بعد تسجيل جوجل فورم اللي بينزل على الزوم شات في آخر المحاضرة بإذن الله، وبتوصل لحضرتك على الإيميل فور انتهاء التسجيل يعني. النهاردة إن شاء الله المحاضرة بعنوان ووتر هامر موديلنج اسبيكتس اند ذا نيد فور كومبريهنسيف مع الدكتور عصام يوسف، مؤهل علمي للدكتور، هو دكتوراه في الهندسه المدنيه والبنيه التحتيه، مكان العمل قسم الهندسه المدنيه والمعماريه جامعه بوليتكنيك بدوله فلسطين. تفضل يا دكتور، شرفتنا وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. طبعا في البدايه بحب اشكر مجموعه بي ام اريبيا على استضافتي في هذا اللقاء، وخص بالذكر المهندس عمر سليم، المهندس محمد اشرف والاخرون. طبعا عنوان المحاضره زي ما تفضلت حضرتك Flow Transient Analysis Water Hammer Modeling Aspects and the Need for Comprehensive. طبعا موضوع كثير في قسم الموائع او الهندسه المدنيه موضوع صعب شوي، او يعني بعطوش الاولويه او الاهتمام اللازم في تصميم شبكات المياه. لكن انا هحاول اعرض الموضوع بشكل بسيط، واتمنى انها ما تكونش المحاضره طويله او روتينيه على الجميع. طبعا في البدايه راح اعرض او نشوف احنا مكونات اللقاء. في البدايه راح نعرض اللي هو الهيدروليك ترانزنت ديفينيشن، راح نشوف ايش هو تعريف الهيدروليك ترانزنت او الووتر هامر، او شو المقصود لما نسمع بمصطلح الووتر هامر. القسم الثاني في الووتر هامر بدنا نشوف هيستوريكال ديفلوبمنت هذا المصطلح، متى بدا وكيف بدا، والفكره من شو الووتر هامر او دراسه الووتر هامر. يعني شيء ممتاز ان الواحد يعرف باك جراوند قليله عن اي ظاهره او مشكله بدها يدرسها. ثلاث، راح نشوف ايش هي العوامل المسببه او اللي بتؤدي الى ظاهره الووتر هامر او الفلو ترانزنس. القسم الرابع من المحاضره بدنا نشوف شو تاثير الووتر هامر على الشبكات، او كيف بتنشئ ظاهره الووتر هامر وبتؤدي الى المشاكل في خطوط الناقله وشبكات المياه. القسم او الجزء الرابع الخامس بدنا نشوف ايش هي المعادلات اللي بتحكم او بتوصف ظاهره الووتر هامر في شبكات المياه والخطوط الناقله. القسم السادس بدنا نشوف هاي الادفيرس افكت او المشاكل اللي تنتج عن الووتر هامر كيف ممكن احنا نخفف منها او نعالجها او نتجنب هاي المشاكل اللي بتظهر من ظاهره الووتر هامر او الفلو ترانزنس. بدنا نشوف كيس ستاديز انا عملتها في خلال دراستي، عملت برامج معينه لحالات معينه استخدمت فيها الكودينج الفيجوال بيسك، يعني ما استخدمت فيها موديلينج اصلا موجوده، لكن فيما بعد بلشت استخدم البرامج اللي موجوده في السوق. طبعا بلش في العنوان الاول اللي هو الهيدروليك ترانزنت ديفينيشنز او تعريف الووتر هامر. لما بنسمع احنا الووتر هامر او الهيدروليك ترانزنت او الفلو ترانزنت كلها مصطلح واحد، الووتر هامر هو الصوت اللي بيشبه المطرقه المائيه او بيسموه بالفرنسي كوب دبليي او نطحه الكبش، يعني الصوت اللي بنسمعه بيشبه صوت طرق المطرقه بنسميه الووتر هامر، او بنسميه او هو الفلو اند بريشر كونديشن ذات اوكير او التغير الظروف الفلو والضغط ما بين انيشال ستيدي state initial steady state بيكون في عند steady state ابتدائية و new final steady state نهائية. طبعا هاي ال final steady state النهائية مش بالضرورة انها تكون هي نفس ال initial steady state. لذا بنشوف في الفيجر اللي امامنا ان انا
بيكون عندي initial steady state أو fix خط مستقيم. لما بتحدث عندي الظاهرة في الووتر هامر بصير في عندي pressure أو flow fluctuation على شكل موجة. هاي الموجة نتيجة الاحتكاك أو energy dissipation بترجع لحالة من الثبات جديدة. وهي الحالة من الثبات ممكن تكون هي نفس الحالة الأولى الانيشال وممكن ما تكون هي نفس الحالة القديمة ولكن هي حالة من الستيدي ستيت أو فاينل ستيدي ستيت. نرجع للموضوع. طبعا هاي الفلكتويشن اللي هي تغير في البريشر ما بين الماكسيمم يعني ممكن يحدث عندي اوفر بريشر يعني البريشر يزيد هاي بريشر وممكن البريشر يقل. طبعا انا بدي ابلش في مفهوم الووتر هامر من البدايه لان انا ما بعرف الباك جراوند لكل المشترك او كل من الحضور فانا بفترض انه احنا بدنا نبلش من الصفر حتى ان نصل لمستوى او ليفل معين. زي ما حكينا ممكن يكون في عندي زياده في الضغط وممكن يكون في عندي نقصان في الضغط. طبعا الزياده في الضغط اذا ما كانت البايب الموجوده او الماتيريال المصنوعه منها البايب تتحمل هاي الزياده في الضغط ممكن يحدث عندي انفجار في الماتيريال او ممكن يكون الجوينت يحدث عندي جوينت ديسبليسمنت ان اماكن ربط المواسير مع بعض ممكن تفتح او تتباعد عن بعض زي ما بنشوف في الصورة الأمامية. هاي الصورة الأمامية اللي كاتاستروفيك أو انفجار في البايب نتيجة زيادة الضغط في الناتج عن ظاهرة الووتر هامر. طبعا هذا إذا ما كانت الماتيريال أو البريشر ريتنج تاع الماتيريال بتحمل الزيادة في الضغط أو الضغط الناتج عن ظاهرة الووتر هامر أكبر من قوة تحمل الماسورة ممكن تؤدي الى انفجار الماسوره او انه الجوينت تتباعد اللي هي الجوينتس او المناطق الضعيفه في الشبكه مثل الجوينتس مثل الكوع او البينز او ترابط الفيتنج مع بعض. هاي الفيتنجز وترابطها بتكون اضعف شيء في الشبكه ممكن تتباعد وممكن تحدث عندي سيستم فيلير او انه يفشل عندي النظام عن العمل. طب في حاله انه حدث عندي low pressure، في حالة low pressure أو pressure قليل أو vacuum pressure negative pressure هذا negative pressure بيؤدي إلى إنه الماسورة نفسها تتكمش نتيجة الضغط السالب داخل الماسورة. يعني بصير في عندي عملية suction أو سحب داخل الماسورة زي ما بنشوف إحنا في هذا المثال. في هذا المثال عندي صار negative pressure داخل الماسورة فتؤدى إلى عندي تفريق مش بعملية التفريق تفريغ الضغط داخل الماسورة. فإذا ما كانت الماسورة تتحمل النيجاتيف بريشر نفس الشيء بده يحدث عندي تكمش في الماسورة. أو إذا ما حدث عندي تكمش أصبح عندي مثلا كراكس أو فراغات في الماسورة ممكن الويست المحيطة بالنظام تتسرب لداخل النظام نتيجة النيجاتيف بريشر أو البريشر الخارجي يكون أكبر من النيجاتيف بريشر داخل الماسورة. المهم أن أنا عندي مشكلة جدية ناتجة عن الهيدروليك ترانزيت أو الووتر هامر. هاي المشكلة ممكن تكون زيادة في الضغط أو نقصان في الضغط في كلا الحالتين إذا ما تحملت الماتيريالز المصنوعة منها المواسير هاي الزيادة أو النقصان في الضغط راح يحدث عندي مشكلة. هاي بما تعريف الهيدروليك ترانزنت أو الووتر هامر بشكل مبدئي. هسا نشوف الهيستوريكال ديفلوبمنت لكيف بلشوا يدرسوا ظاهرة الهامر ووتر هامر أو وقتين بلشوا يدرسوا فيها. في الحقيقة ظاهرة الووتر هامر بلش يدرسوا فيها من لما اكتشفوا سرعة الصوت أو الأكوستيك ويف سرعة الموجات الصوتية وبلش يدرسوا فيها في
shallow water and the flood artesian اللي في الشرايين الدموية. هسا فيما بعد بلش عالم اسمه مينيرفا في عام 1885 درس ظاهرة الووتر هامر، لكنه أهمل الاحتكاك أو جزء مهم في معادلة الووتر هامر اللي هو الفريكشن. ودرس هذا العالم مينيرفا تصميم البايبينج سيستم وكيف احنا ممكن نتحكم في ظاهرة الووتر هامر باستخدام الاير شامبرز او الخزانات اللي بيكون فيها هواء مضغوط. لكن هي العملية ككل، عملية دراسة الووتر هامر هي بلشت تقريبا في نهاية القرن ال19 لما اكتشف العالم جاك ويسكي معادلة مهمة جدا وتطبق حتى اليوم في دراسة الووتر هامر. وهي المعادلة تسمى Fundamental Equation of Water Hammer اللي راح نشوف جزء من هاي المعادلة بعد قليل. لكن ان الدراسة دراسة الووتر هامر بلشت باكتشاف السرعة الامواج الصوتية، فيما بعد درسوا الووتر هامر لكن اهملوا جزء كبير او جزء مهم في معادلات التصف الووتر هامر مثل الفريكشن. وابو الووتر هامر او المؤسس او العالم اللي اسس قواعد الووتر هامر اللي هو جاك ويسكي، اللي معادلته تطبق حتى اليوم في اكتشفها في اواخر القرن ال19 او بداية القرن ال19. عشان نشوف ايش هي العوامل الاساسية اللي بتؤدي الى نشوء ظاهرة الووتر هامر. هسه في عندي بعض العوامل كثيرة بتؤدي الى نشوء الووتر هامر او ظاهرة الووتر هامر. طبعا هاي العوامل اهمها اللي هي البامب ستارت اب اند شت داون. هسه البامب ستارت اب اللي هي عمليه تشغيل المضخه او المحطه وايقافها. هسه في البدايه بتكون عندي المحطه مش مشغله او بتضخش، فيش عندي فلو، فجاه بيحدث عندي الفلو داخل البايبس او بتكون هي شغاله اصلا وبتوقف نتيجه عطل معين، عطل كهربائي ميكانيكي او فني، ممكن توقف المحطه نتيجه امر معين. فاذا وقفت عن التشغيل بيحدث عندي ظاهره بنسميها الووتر هامر، وبنشوف هاي الظاهره كمان شوي كيف ممكن تنتج عن البامب ستارت اب او البامب شت داون. 2 الفالف اوبننج او كلوزنج، نفس الشيء المحابس الموجودة في الشبكة، إذا كانت أنا المحبس أغلقته أو فتحته راح يؤدي إلى تغيير في الفلو. لا، زي ما حكينا في تعريف الووتر هامر قبل شوي، flow condition, flow and pressure condition changes from initial and final. يعني أنا إذا سكرت المحبس فانا غيرت حاله الفلو او الفيلوسيتي، يعني غيرت الفيلوسيتي من قيمه اصبحت لها قيمه جديده، وتغيير القيمه ما بين انيشال وفاينل فلو بيؤدي الى ظهور الووتر هامر. يعني انا هاي الكنترول فالفز او الاوبريشنز اللي بتحدث في الشبكه يعني نتيجه تغيير الفلو راح يحدث عندي ايش، ممكن يحدث عندي ايش نسميه الووتر هامر، مثل الفالف اوبننج او كلوزنج. هنشوف في الأمثلة إيش تأثير الفالف opening أو closing على الفلو والووتر هامر بشكل عام. ال changes in boundary pressures، نفس الشيء rapid changes in demand conditions، تغير الطلب أو الفلو، لأن تغير الطلب أو على الفلو بيؤدي إلى تغيير الفلو داخل الشبكة.
البايب فيلينج او الدريني عملية ملء المواسير او تفريغها بتؤدي كلها الى عملية نشوء الووتر هامر. وهي العمليات او الاوبريشنز الموجودة عندي اذا ما اخذت او اذا ما تسيطر عليها بشكل مناسب ممكن تؤدي الى فشل في النظام وفشل في البايب والأجهزة الملحقة للشبكة. طبعا هاي العمليات رئيسية، وفي أعمال أو مسببات أخرى، لكن هاي المهمة منها بالنسبة لإلي في هذا البرزنتيشن. طبعا الموضوع الرابع اللي هو الامباكت اوف ترانزنت، كيف بيحدث عندي الترانزنت؟ طبعا الترانزنت كيف بيحدث؟ زي ما حكينا هو تغيير في الفلو. نتصور انا عندي ترين ماشي بهذا الاتجاه، هسه الترين وقف بشكل مفاجئ. هسه لما توقف الترين بشكل مفاجئ، العربات تاعت الترين كلها بتتضاغط لانه توقف بشكل مفاجئ. بعد تغيرت السرعه، يعني تغيرت السرعه، كان عندي العربات لها فيلوسيتي معينه، تحولت الكاينتيك انرجي او طاقه الحركه اللي موجوده في العربات لانها توقفت بشكل مفاجئ تحولت الى بريشر انرجي، فبتتضاغط العربات مع بعض لحد معين. هسه بعد التضاغط، لانهم ضاغطه مع بعض، راح تصل لمرحله انها ترجع بالشكل، تحرك بشكل معاكس نتيجه انها ضاغطت مع بعض. بس لو نشوف كيف بتحدث العمليه بالضبط يعني في الشبكات المي، هسه بيكون عندي في النظام فلو من ريزيرفر الموجود عندي، وفي عندي محبس في اخر النظام. هسه بيكون تمشي الفلو بالشكل التالي، لها فيلوسيتي معينه تساوي في زيرو. فجاه انا اغلقت المحبس اللي موجود. هسه بعمليه اغلاق المحبس تتحول الفيلوسيتي اللي موجوده عند المحبس من قيمه في زيرو ل زيرو، بطل عندي عملية حركة. فتتحول عندي الطاقة الحركية لطاقة بريشر، لبريشر انرجي. هسه الخط الافقي اللي موجود فوق هو خط البيزومتريك هيد او الهيدروليك جريد لاين. هسه بما انه الطاقة الحركية بدها تتحول لبريشر انرجي، بتؤدي الى ارتفاع الضغط او الدفاع عن هيدروليك جريد لاين بمقدار دلتا اتش. هسه زي ما حكيت بتتكون عندي ايش بنسميه البريشر ويف. هاي البريشر ويف نتيجه التضاغط بتتحرك بشكل معاكس. هسه بتتحرك من المحبس باتجاه الخزان، وهاي البريشر ويف متى ما تحركت باتجاه معين بزيد عند الضغط باتجاه بمقدار دلتا اتش. هي تحركت في الرسمة الثالثة حتى وصلت الخزان، زاد الضغط داخل البايب من مقدار دلتا اتش نتيجة تحول للبريشر انرجي او الكينيتيك انرجي للبريشر انرجي. هسه في الرسمة الرابعة والثالثة مرتبطات مع بعض. هسه في البايب نتيجة تكون البريشر انرجي أصبح عند الضغط داخل البايب أعلى من الضغط داخل الخزان، لأنه زاد مقدار اللي تحويله لبريشر انرجي. ففي الرسمة الرابعة بما أنه الضغط داخل البايب أكبر من الخزان، راح يحدث عندي فلو معاكس من البايب حتى داخل
الخزان. فلما بحدث عندي الفلو معاكس من البايب حتى الخزان بينقص عندي الدلتا اتش. فحتى هذه العملية بتكون عملية دورية، زيادة ونقصان في الضغط حتى نحصل على رسمة معينة حنشوفها كمان شوي، بس بدنا نشوف الظاهرة كظاهرة كيف بتنتج من خلال هذا الفيديو. Fluids travel naturally at a given pressure and rate until a change in their flow happens. These changes occur when a pump starts or stops, or when a valve is opened or closed in a distant length of the piping, or if power is lost. The loss of power on a pump can create a column separation as the fluid in the pipe continues to flow. The fluid continues to flow through the piping until the column senses the stopped pump. Without the pump, the fluid flow now reverses direction and picks up speed until the vapor created by the column separation almost instantly collapses. The check valve closes after the vapor is dissipated due to the increased reverse flow pressure from the long length of piping. The fluid pressure created now builds in the long length of piping due to both the vapor collapse and the check valve closing. The pressure momentum of the fluid flow can result in a pipe rupture at a weakened point in the system, such as an elbow. The closing of the valve also can create pressure transients in the piping, as the water flows normally. طبعا هاي الجزئية اللي بتهمني في الفيديو انه لما احنا اغلقنا البايب كان اتجاه الفلو باتجاه اغلقنا المحبس كان اتجاه الفلو باتجاه الفالف. فجأة تغيرت سرعة الفلو من سرعة معينة حتى أصبحت زيرو. تمام، تصبح الفلوسيتي زيرو بتتكون عندي اللي هي البريشر ويف اللي بتنتقل من المحبس باتجاه المضخة. A gate valve is shut a long distance away from the pump. The pump continues to run against the closed valve. The sudden closure of the valve, together with the momentum of the fluid column, can overstress the piping and can result in material failure as the pump continues to run. وهسا المشكلة اللي بتنتج عن الوتر هامر إنها بتأثر على الويك فيتنج الموجودة في الشبكة، مثل الجوينتس الموجودة داخل الشبكة، مثل الإلبوز الموجودة في الشبكة أو الخطوط الناقلة. هاي إذا ما تحملت الضغط الناتج عن الووتر هامر ممكن الجوينتس تتباعد عن بعض، ممكن يحدث عندي انفجار في البايب أو تكمش في البايب إذا كان في تحول عندي نيجاتيف بريشر أو حتى حصل عندي حالة بنسميها الكافيتيشن. هسه هاي الووتر هامر او الفلو ترانزنت في الحقيقه اللي بيصفها معادلتين. هاي المعادله الصعوبه في هاي المعادلات اللي هي المومنتم ايكويشن والكونتينيوتي ايكويشن، هاي معادلات نان لينير بارشال ايكويشنز، يعني نان لينير بارشال ايكويشنز حلها بطرق يدويه صعب جدا. هاي الصعوبة في مشكلة المعادلات اللي بتوصف عندي ظاهرة الووتر هامر. هاي المعادلات بتم حلها بشكل اناليتيكال في مجموعة من الطرق اللي ممكن تستخدم في حل هاي المعادلات. أشهر معادلة ممكن ترجعوا لها في الليترشرز اللي هي معادلة الكاركترستيك ميثود. هاي معادلة الكاركترستيك ميثود بتعطي اكيوريت ريزلت وحلها سهل شوي. كمان في البرمجة بتعطي كونفيرجنس سريع.
يعني ما في عندي مشاكل في الكاراكترستيك ميثود في حالة انك انت جيت برمج حل المعادلات سواء في السي بلس او في الفيجوال بيسك او الفوتون او اي لغة برمجة انت تعيها مناسبة. لكن اللي بيربط لي او بيوصف لي ظاهرة الموتر هامر في عندي معادلتين الموشن اكويشن والكونتينيوتي اكويشن. بعرفش في فيما بعد اذا بتسألوا عن الاشياء اللي موجودة داخل المعادلات في اخر المحاضرة ممكن نجيب عن الاسئلة. بس الشيء المهم اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هي الشوك ويف او البريشر ويف اللي بتنشأ عندي اللي هي A الموجودة في هاي المعادلة. هاي سرعة البريشر ويف بتعتمد على خصائص الفلويد اللي موجود عندي هل هو ماء او بترول او whatever، وبتعتمد على خصائص البايب اللي موجود عندي او الماتيريال المصنوعة منها البايب، حيث K O اللي هي البالك مودولس اوف الاستيسيتي اند دنسيتي اوف ذا فلويد، يعني هي تعتمد على خصائص الفلويد اللي موجود عندي. اللي موجود في المقام بتعتمد على خصائص البايب المصنوع منه، يعني انا عندي ستيل، عندي بي في سي، عندي اتش دي بي اي، عندي كونكريت، يعني هل هو قابل هذا البايب مثلا للتمدد، قابل للتمدد مثلا تحت ضغط معين، سماكة البايب مثلا اي سمول سماكة البايب، الدياميتر تاع البايب، اليانج موديولاس تاع البايب كيف ممكن يتمدد، السي مثلا تعبر عن هل البايب مربوط من الجهتين مثبت مثلا، هل البايب مثبت من جهة واحدة او غير مثبت. فبتعتمد الاي سرعة الموجة على خصائص الفلويد بالدرجة الأولى وخصائص الماتيريال، لأنه إذا كان تمدد الفلويد الماتيريال تاع البايب بتقل عندي سرعة الموجة اللي بتتكون أو الشوك ويف اللي بتتكون. فهاي مهمة جدا، الويف سبيد تعتمد على الفلويد تايب وبتعتمد على البايب تايب. يعني لما انت يعني مهم جدا احنا نعرف شو بدنا ندخل لما نيجي للبروجكت في المحاضره اللي بعد هاي، لما نيجي نطبق برنامج الهامر كاد بدنا نعرف لما نيجي نشوف البايب نشوف الماتيريال تاعت البايب، لما نحدد نحسب الويف سبيد بدنا يكون عندنا تخيل هاي الويف سبيد ايش هي المعطيات لازم ندخلها للبرنامج بحيث هو يحسب لي الويف سبيد مباشرة. لما يسألني عن الانر دياميتر الدي يكون عارف انه هاي الانر دياميتر للبايب الثيكنس تاع البايب، يكون عارف انه بيطلب مني الثيكنس، بيطلب عندي الدنسيتي تاعت الفلويد نفسه اللي بدي استخدمه، بيطلب عندي البالك مودولاس تاع الفلويد عامل انضغاط للفلويد تمدد للفلويد. فبكون عارف انا ايش هي المعطيات اللي بدي ادخلها في البرنامج تاع الووتر هامر او الووتر كاد بحيث يحسب لي او الهامر كاد بحيث يحسب لي سرعه الموجه. فهي جزئيه. طبعا زي ما حكينا قبل شوي الميثودز المستخدمة في حل المعادلات اللي بتصف لي ظاهرة الووتر هامر عديدة وكثيرة، لكن أنا بهمني طريقة الكاركترستيك ميثود، وهي موجودة بكثرة في الليترتشرز وفي الكتب اللي بتحكي عن الووتر هامر. هاي الطريقة بتقسم لي الحسابات إلى جزئين، في النودز حنشوف كمان شوي ايش المقصود الانترميديت نود وات باوندرز، يعني في الباوندر عند المضخات وعند المحابس. بدنا نشوف كيف بدنا نحسب الهيد والفلو. انا اهم شيء احسب عندي الهيد والفلو ات انترميديت بوينت
او نوتس لان ظاهر مع الطريقه اللي بنحسب فيها الهيد والنوتس كاستاتستيك ميثود تحسب ات انترميديت نود. يعني لو كان عندي هذا المثال عندي الخزان الاول وخزان ثاني الطريقه بتعتمد على ان احسب الهيد والفلو at point مثلا i بمعرفة الفلو والهيد عند نقطة سابقة ونقطة لاحقة. كيف يعني؟ أنا بحيث أحسب الووتر هامر لازم يكون عندي الستيدي فلو الانيشال معلومة. شو يعني الستيدي فلو الانيشال معلومة؟ يعني أنا بعرف الكيو والاتش لجميع النقاط داخل البايب. هذا اللي المهندسين التقليديين عندنا لما بيشتغلوا في تصميم الخطوط الناقله والشبكات لما بيجوا على بيشتغلوا عليه على الستيدي فلو، لان الستيدي فلو حسابيا وتصميميا سهل، بيتركوا او بيهملوا دراسه الووتر هامر. فلذلك انا لو انا اشتغل في المشاريع كنا نصل لمرحله التصميم، كانوا يصل لمرحله التصميم ستيدي ستيت، ولما يصل الى ظاهره الووتر هامر يجيبوا خبراء من برا من فرنسا ومن امريكا يدرسوا لهم ظاهره الووتر هامر او يشيكوا على الحسابات تاعتنا. فالمهم انه انا عند في ظاهره الستيدي ستيت او حسابات الستيدي ستيت بتكون معلومه عندي في اتي زيرو. فتعتمد الكاركترستيك ميثود على ان اكون عارف انا في التايم ستيب اللي قبل قد ايه كانت عندي الكيو واتش. فعند التايم زيرو قبل ما يحدث عندي ظاهره الووتر هامر عند النقطه اي ناقص واحد واي زائد واحد واي انا بكون اعرف الكيو والاتش من الستيدي ستيت. هسه في at t plus delta t يعني لما انا سديت المحبس او انا اسد في المحبس بعد ما بلشت ظاهره الووتر هامر انا بدي اخذ معلومات نقطه قبل اللي انا بفرض انا بدي احسب عند النقطه i بدي اخذ معلومات نقطه قبل ونقطه بعد. هاي النقطه اللي قبل لانه ميلها موجب بسميها C بلس، والنقطة اللي بعد لانه ميلها سالب هيك باتجاه النقطة اللي انا بدي احسب عندها بسميها C ماينس. يعني انا عندي هذا الخط بيعطيني الكاركترستيك تاع النقطة اللي قبل اللي بحسب عندها، والسي ماينس النقطة اللي بعد. عشان هيك سمينا هاي المعادله معادله C بلس معادلتها. طبعا وين بنشوف H و Q مرتبطات برامج P يعني هاي unknown، يعني انا ما بعرفهم انا بدي اوجدهم لما حصلت عندي او بلشت عندي الووتر هامر. يعني HP و QP هاي unknown بدي احسبهم من معادله C بلس، ان هاي معادلة الخط السي بلس. السي ماينس ل اتش بي ناقص بي في كيو بي اي تساوي السي ماينس. يعني انا في عندي معادلتين بدي احسب عند اي قد ايه هي الكيو وقد ايه هي البي بالاعتماد على النقطة قبل ونقطة بعد بعرف من خلالهم الـ Q والـ H في الـ Steady State. طبعاً الـ C بلس معادلتها HI ناقص 1 اللي هي الـ H عند الـ I ناقص 1 اللي هي النقطة اللي قبل بكون عارفها من الـ Steady State، في B في Q ناقص I ناقص 1 اللي هي الـ Q ناقص R في Q في القيمة المطلقة تاعت الـ Q. هسه زي ما حكينا H و Q أنا بعرفهم من حالة الستيدي ستيت، والR اللي هي
resistance تاعة الفلو نحسبها المعادلة الدارسي أو الفلو resistance. طبعا لامدا اللي هي معامل الاحتكاك في دلتا اكس اللي هي طول الخط ما بين اي واي ناقص واحد، الدياميتر اللي هو قطر البايب ومساحة مقطع البايب. يعني ار هي فيكس كونستانت فيكس في النظام اللي عندي، وبي هي سرعة الموجة على تساوي الجاذبية الأرضية في الكروس سكشنال اريا تاعت البايب. يعني المقصود انه سي بلس هي معلومة، هي معطاة من حالة الستيدي ستيت، لأنه اتش وكيو أنا بعرفها في حالة الستيدي ستيت، وآر وبي معلومات من معادلة دارسي أو من خصائص النظام اللي عندي. طبعا إيه بنكون حاسبينها بالمعادلة اللي حكينا عنها سابقا اللي هي بهاي المعادلة. بكون معلوم عندي خصائص الفلويد وخصائص البايب. إذا كان عندي معلوم خصائص الفلويد والبايب بحسب قيمة A. هسه أصبح عندي معادلتين، معادلة C بلس و C ماينس. هاي المعادلتين فيه مجهولين اللي هي HPI والـ QPI. HPI تساوي نص C بلس زائد C ماينس. أي حسبت أنا الـ H عند النقطة I بعد فترة زمنية معينة. هسه كمان في عندي الـ QPI اللي هي C بلس زائد الـ HPI لأنه أوجدتها من الخطوة السابقة على B. B زي ما حكيت لي سرعة الموجة على G في A. هسه أنا حسبت الأشياء اللي مطلوبة مني بعد فترة زمنية الـ HPI والـ QPI. هسا إذا كان عندي نقطة عند I زائد واحد بعد فترة زمنية معينة، بعمل C بلس جديدة من I لـ I زائد واحد، ومن هاي النقطة بعمل كمان C ماينس جديد. شو يعني؟ يعني أنا بقدر أحسب عند أي نقطة بدي إياها في النظام at intermediate point بمعلومية الـ Q والـ H في الـ steady state. طيب هسه هاي بعد دلتا T، أنا وجدت عند I بعد دلتا T. طب بدي أحسب بعد 2 دلتا T، بتصير عندي HPI و QPI عند T بلس دلتا T معلومة. بعد دلتا 2 دلتا T بتصير هاي الـ HPI والـ QPI اللي أنا حسبتها في هاي الخطوة هي initial values للخطوة جديدة، يعني كأنها بتصير عند الستيدي ستيت جديدة هاي. بدي احسب عن فترة زمنية أخرى، بس بستخدم كل خطوة معلومات كل خطوة للخطوة أو معلومات كل زمن للزمن اللاحق. المهم لازم يكون في عندي قيم سابقة معلومة ببلش من الستيدي ستيت، لأنه التصميم عندي ببلش من مرحلة الستيدي ستيت في أي نظام بكون موجود عندي. هسه هاي بالنسبة للإنترميديت بوينت. طبعا آلية العمل أو آلية الحساب أنا بقسم أو مفروض الليميتيشن لهاي الطريقة إنه لازم تقسم البايب الموجود عندك لأقسام متساوية. يعني دلتا إكس يعني مسافة ما بين I ناقص واحد و I زائد واحد لازم تكون المسافات أو الأقسام متساوية. يعني ممكن أنت تقسمها لعشرين قسم، لكن هاي الأقسام لازم تكون متساوية. هاي الـ characteristic method بتعتمد على أن أقسم البايب لأقسام متساوية، وأن يكون عندي الـ steady state قيمة الـ H والـ Q اللي هي التدفق والبريشر معلومات في حاله الستيدي ستيت، ومن الستيدي ستيت بتكون عندي نقطه انطلاق اني احسب اني تايم او دلتا تي جديده بعد زمن معين كدي اصبحت قيمه البريشر
والكيو بعد فتره زمنيه معينه. طبعا بعد فتره زمنيه معينه اصبحت اعرف على طول الخط قد ايه اتش والكيو، بستخدمهم لفتره زمنيه اخرى بتكون هي نقطه الانطلاق لتي بلس مثلا 2 دلتا تي. هاي بالنسبه انترميديت بوينت. بدنا نشوف ات باوندرز، يعني في لأن في الرسمة الأولى ما حكينا عن نقطة الفالف الأول وعن نقطة الفالف الثاني، عن المحبس الأول والمحبس الثاني ما حكينا عنهم، بس حكينا عن C plus و C minus. بس إذا كانت عندي نقطة الفالف أو نقطة قريبة من الفالف، أنا بقدر أوجد C plus في هاي C minus في هاي الحالة، بقدر أرسم C minus هيك بهذا الاتجاه. لكن وين سي بلس؟ فيش عندي معادله سي بلس. فالباوندرز هي حاله ندرسها بوحدها. فعندي الحاله الاولى نقطه قريبه او عند المحبس، قدرت ارسم السي ماينس للاولى والسي بلس للاخيره، لكن المعادلة الثانية اللي بتلزمني، لأن أنا بعرف إن معادلة C بلس و C ماينس فيها مجهولين، C بلس و C ماينس كل معادلة فيها مجهولين، فيها H وفيها Q، فأنا بلزمني على الأقل معادلتين بحيث أحسب H و Q. بس هاي معادلة فيها اتش بي و كيو مجهولين، المعادله الثانيه هي ارتفاع الماء داخل الخزان الاتش ار واحد، فانا عندي اتش داخل الخزان معلوم، نفس الشيء ارتفاع الماء في الخزان الثاني اتش معلوم داخل الخزان الثاني، فبصفي عند النقطة الأولى الـ N والخزان مفتوح. إذا أهملنا إحنا الـ singular losses عند N وعند واحد، إذا أهملنا الـ singular losses نتيجة الـ entrance والـ exit من الخزانات، بتكون عندي الـ losses أو الـ H عند واحد هي تقريبا ارتفاع الماء في الخزان. فإذا عرفت أنا H في الـ H عند واحد وعندي معادلة C ماينس معلومة، بقدر أحسب الـ Q. نفس الشيء بالنسبة للـ C بلس. طبعا أنا هاي فقط معلومات بحب أعطيكم إياها، بحيث لما تشوف نتائج المودلز اللي بدك تشتغل عليها أو راح نشتغل عليها في المحاضرات الجاي، تعرف نتائجك صحيحة وين الخطأ، أو تكتشف الخطأ في كل، أو إذا كان موجود عندك خطأ أو تحلل النتائج اللي موجودة عندك. طيب شفنا إيش هي المعادلات اللي ممكن نستخدمها في حساب الـ H والـ Q الـ دلتا T خلال الـ Water Hammer، وشفنا إن هالمعادلات مش سهلة، اللي هي Non Linear Equation Partial Non Linear Equation. طبعا أنا أعطيتكم الخلاصة تاعت المعادلات ما بين النتيجة وما بين المعادلات اللي بتوصف ووتر هامر في مجموعة من الخطوات طويلة، لكن أنا حطيت عندكم الخلاصة. اللي بده يستزيد أو مهتم في الموضوع بشكل كبير ممكن يبعث لي، وببعث له أنا جميع الخطوات اللي eliminated ما بين البداية والنهاية. هسه عرفنا انه في عندي ووتر هامر، شفنا في مخاطر، في مشاكل ممكن تنتج من الووتر هامر. بدنا نشوف ايش هي الطرق او الميثود اللي ممكن تستخدم في عملية الميتيجيشن او التخفيف من ظاهرة او المشاكل اللي ممكن تنتج خلال ظاهرة الووتر هامر أو خلال الفلو ترانزيت. في عندي طريقتين
ممكن نستخدمهم أو protection strategies في عندي طريقتين. الطريقة الأولى اللي هي passive protections. إيش يعني passive protection؟ passive protections يعني أنا ما بستخدم في هاي الطريقة أي جهاز حماية. يعني ممكن الناس اللي المهندسين اللي بيشتغلوا في هذا المجال بيشتغلوا على الاير شامبر، اير ريليف فالف، سيرج تانكس، يعني هذول بيسمون اكتف بروتكشن. لكن اذا ما استخدمت هاي الاجهزه بنسمي البروتكشن او الاستراتيجيز اللي عندي بنسميها باسيف بروتكشن. هاي الباسيف بروتكشن ما بتحتاج اي جهاز خارجي، بتتم عن طريق البايب لاين نفسه. يعني ممكن انا ازيد الريتنج تاع البايب لاين، كديل البريشر كلاس تاع البايب، ممكن اغير في البايب لاين بروفايل، ممكن اتحكم في اليه عمل البامبنج او الملحقات تاع الشبكه. المهم ان هاي ليميتد during design of the facility بنشوف احنا ال most suitable diameters and pipes اللي ممكن تخفف لي، او البروفايلز كمان اللي ممكن تخفف لي من ظاهرة ال water hammer. الطريقة الثانية او الطريق نفس الطريقه الاولى، بتتم هاي البسف عن طريق التحكم في الاكسسوارز او الفيتنج الموجوده على الشبكه. مثلا انا بدل ما اغلق المحبس او الفالف بشكل فجائي بغلقه سلولي شوي شوي. يعني انا لما بغلقه سلولي الفيلوسيتي تصبح عندي زيرو بشكل مفاجئ. بشوف انا البامب كونتورز، يعني انا بدل ما المضخه تفصل عندي او تشتغل بشكل مفاجئ، بعمل على شيء بنسميه سوفت ستارت او سوفت ستارت، اللي هي بتشتغل بشكل بطيء او عند الاقفال تقفل بشكل او الاند بشكل بطيء، يعني بتضل تلف عندي المضخه. ممكن احنا نغير في خصائص البايب نفسه، البروفايل، البريشر كلاس، الدياميتر تاع البايب، هاي كامله بتكون في مرحله الديزاين فيس، في مرحله التصميم او اللي حكينا عنها قبل شوي implementation of improved valve and pump control. يعني نشوف انا عندي السوفت ستارت والسوفت اند. هاي فيما يخص الباسيف استراتيجيز. في عندي انا كمان الاكتيف بروتكشنز اللي هي هاي اللي بنستخدمها المفروض في حاله انه الباسيف ما قدرنا نصل لحل بوسيلة الباسف، بيجي بستخدم النكس استراتيجيز اللي هي الاكتف بروبرتيز، اللي هي ان نعمل انستوليشنز لسيرش كنترول زي او مثل البريشر ريليف فال، مثل السيرش تانكس او الاير شامبرز اللي راح ندرسهم او نيجي عليهم خلال هذا البرزنتيشن بالتفصيل ايش هي تاثيرها في عملية البروتكشن اجينست ووتر هامر افكت. بعد شيء في السوق مجموعة من البرامج اللي ممكن تستخدم في الووتر هامر او في تحليل الظاهرة الفلو ترانزنت. في عنا البايب نت، الهيتران، الهامر، الامبلوس والواندا. طبعا انا جميع الاكزامبلز اللي بدي اعرضهم عليكم هي عمليه انا برمجتها ببرنامج الفيجوال بيسك، ما استخدمت اي
من البرامج الموجودة إلا في عملية الفاليديشن للموديل اللي أنا اشتغلت عليه أو صممته. لكن الموديل اللي أنا صممته أو البرامج اللي أنا بشتغل عليها هي special cases، يعني مش cases عامة general. وكمان في حاجة لازم احنا نحطها بين الاعتبار، انه تحليل الووتر هامر الصعوبة تكمن وين؟ انه فيش عندي identical cases او typical cases. يعني كل كيس بدك تيجي تدرسها على حدة، فيش identical او typical cases تطبق عليها نفس المبادئ او نفس الthinking. فلما تيجي تدرس الووتر هامر او تشوف شو تأثير الووتر هامر على اي هيدوليك سيستم، بدك انت تستخدم الثينكينج تاعك. ممكن واحد يشتغل بنظام والثاني يشتغل بنظام، لكن في النهاية يعني ممكن نظامين مختلفين او اجهزة مختلفة او دايمينشنز مختلفة للاجهزة الحماية، ولكن في النهاية الهدف ان احصل على سيف اوبريشن للنظام الهيدروليك اللي عندي. ففيش عندي شيء اسمه تيبيكال في عملية تحليل الووتر هامر أو البروتكشن للووتر هامر. فنشوف احنا كيف بدنا نتصور ايش هي المشاكل اللي بتظهر من الووتر هامر، ايش هو مفهوم الووتر هامر من ناحية الويف سبيد اللي احنا حكينا عنها قبل شوي. نشوف شو تأثير الويف سبيد على الماجنيتيود تاع الاتش او البريشر داخل البالب، وشو تاثير الفالب كلوزنج على الووتر هامر. نشوف اذا انا عندي اكزامبل عملت عندي خزان ريزرفوار ارتفاع المي داخله 30 متر، مشبوك في بايب لاين طوله 200 متر. هذا البايب يضخ للاتموسفير او لخزان ثاني فاضي. بدنا نشوف شو تاثير الويف سبيد او شو تاثير البايب ماتيريال. A 300، اخذ 300 600 1200 متر في سكند. يعني اخذت الويف سبيد 300، ممكن 300 تكون بي بي سي. كل ما زادت صلابه البايب بتزيد عندي الويف سبيد، لانه بيسمحش للبايب يتمدد، اي 300 600 1200. كمان درست، بما انه انا بدي ادرس الويف سبيد تعتمد على الماتيريال، كمان درست الفريكشن لوسز اللي بيعتمد على الماتيريال. فاعتمدت انه عندي 12 صفر، انه البايب رفنس سموث على ايش عندي فريكشن، اعتمدت 12 بالالف و 24 بالالف. الدياميتر تاع البايب 2 متر. بس بدنا نشوف احنا نتيجه الفلو ترانزنت اناليسيس في حالة ان الويف سبيد عندي 1200 متر بير سكند والبايب سموث، يعني فيش عندي فريكشن لوسز. بس لما درسنا الووتر هامر او ظاهرة الووتر هامر، المفروض لما سكرنا البايب المحبس instantaneous يعني بشكل مفاجئ أغلقناه بزمن صفر، زاد عند الضغط من 30، الارتفاع من 30 عند المحبس. مفروض إذا كان عندي friction losses zero، مفروض أحصل على hydraulic grade line أفقي بشكل ارتفاع الخزان. يعني عندي المفروض الضغط عند المحبس 30، فزاد الضغط من 30 متر لحد تقريبا
800 متر. هذا في حالة إنه سكرت المحبس أو الفالف بشكل مفاجئ. هسا نشوف إحنا شو آثار تسكير المحبس سلولي. هسا في الحالة الثانية سكرت المحبس، عملت تحليل على إن أسكر المحبس بعد 10 ثواني، إنها تأخذ عندي إغلاق المحبس 10 ثواني. شوف الفرق ما بين صفر instantaneous closing وعشرة ثواني نقص الضغط من حوالي 800 متر لحد حوالي 200 أو 320 متر، يعني نقص أو قل عند الضغط نتيجة العشرة ثواني أقل من النصف. في الحالة الثالثة بعد 30 ثانية أخذت تسكير المحبس التكس 30 ثانية، نقص الضغط من 10 ثواني الفوق من 300 تقريبا وعشرين 25 لحد 120. طبعا أنا بحكي عن الماكسيمم. مثل الحالة الرابعة أجد درست إنه أغلق المحبس في 60 ثانية، يعني عملية إغلاق المحبس. طبعا إحنا بنعرف إنه المحبس أو البترفلاي بيكون عندي لفات، يعني صعب إن أغلق المحبس في زيرو، يعني راح ياخذ وقت. ولكن الورست كيس إن نغلق المحبس في زمان زيرو. في الحالة الثالثة ارتفع الضغط أو الهيدوليك جريد لاين من 30 لحد 60. طبعا إذا البايب ريتنج، أنت بتحكي عن 3 بار ل 6 بار، البايب ريتنج تاع البايب راح يتحمل عندي الزيادة في الضغط، مش راح أحتاج عندي في هاي الحالة بروتكشن ديفايس. لكن إذا سديته عند زيرو لازم لي بروتكشن ديفايسز او اكتيف بروتكشن ديفايسز اذا اغلقت المحبس في زمن زيرو. فهاي الحاله او الاربعه فيجر الموجودات عندي من A through D تعطيني الفرق ما بين الهايتك جريد لاين وذ ريسبكت تو فالف كلوجر. فكل ما زدنا عملية الكلوجر أو زمن الكلوجر تاع الفال كل ما قل عندي خط الهيدوليك جريد لاين أو خط الضغط داخل الفال. هاي فيما يخص الويف سبيد 1200. بس جيت فيما بعد أخذت ويف سبيد 1200 لكن أخذت لامدا او الاحتكاك بعين الاعتبار تاع الماتيريال، اعتبرته انه 12 بالألف. هسه بيختلف انه في الحالة الأولى لما كانت زيرو كانت عندي الامبليتيود بتاعت الويف او الهيدروكي جريد لاين متساوية. ليش؟ لأنه فيش عندي ديسيبيشن للإنرجي نتيجة الاحتكاك، فبدي يكون عندي الامبليتيود كلها في حالة تساوي أو نفس الارتفاع. لكن في الحالة الثانية نتيجة وجود الاحتكاك راح يحدث عندي الديسيبيشن للإنرجي في البار. هسا الشيء الثاني إنه الاحتكاك بنقص لي أو 12 بالألف اللي أنا وضعتها نتيجة الاحتكاك نقصت لي الامبليتيود أو الارتفاع، نقص من 800 متر لحد 600 متر، يعني نقص عند الضغط تقريباً 20 بار أو 200 متر. نفس الشيء شفت التأثير لـ30 ثانية والعشرة ثواني والـ60 ثانية، نفس التأثير. كل ما زدنا الفالف كلوجر كل ما قل عندي الارتفاع تا الهيدروليك جايد لاين.
الحالة الثالثة نفس الشيء داست عند 24 بالألف لامدا الارتفاع نقص من 600 لحد تقريبا 450 والفالف كلوجر شفت الإفكت تاعه نفس الإفكت بقل بزيادة الفالف كلوجر. هسه هاي الرسمة تعطيني السمري للثلاث سيناريوز اللي أنا حطيتهم قبل. لما تكون عندي لامدا صفر ولامدا 12 بالألف وأربعة وعشرين بالألف، شو حدث عندي بالماكسيمم بريشر والمينيمم بريشر؟ في الأول كانت عندي 764 في الحالة الأولى. الحالة الثانية لما زدت الفريكشن لوسز أصبحت 586، لما زدنا كمان الفريكشن زيادة ل 24 بالألف أصبحت 495. طبعا في كل حالة تأثير كمان اللي هو التي سي الكلوجر تايم 0 746 10 332 نقص وقل حتى 60 ثانية يعني دقيقة قل حتى 66 متر. يعني هاي افكت تاعت زيادة الفالف كلوجر والافكت تاعت البايب رفنس او الاحتكاك تاع البايب. هذا فيما يخص الويف سبيد 1200 متر بير سكند. طبعا 1200 ممكن اقصى قيمه صوتيه توصلها او 1300 ممكن اقصى قيمه للويف سبيد. هسه جيت عملت نص الويف سبيد 600 ونفس الاليه بالنسبه للصفر فالف كلوجر صفر تايم كلوجر 10.60 واللامدا او الفريكشن 0.12.24. شفنا ان في ال 600 نقص عندي من 764 ل 397. يعني كل ما زدنا الفالف كلوجر والاحتكاك بقل عندي مقدار الهيدروك جايد لاين، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية كل ما قلت الويف سبيد كل ما قل عندي قيم الهيد اللي ممكن تحدث عندي في الووتر هامر. عشان هيك احنا في خلال الديزاين فيس ممكن احنا نحدد اذا بلزمنا ووتر هامر او بلزمناش، وممكن نعمل ميتيجيشن للووتر هامر افكت خلال مرحلة التصميم. نفس الشيء بالنسبة لل 300 اللي احنا نحكي عنها كثير، شفنا ان ال 300 ممكن ال 300 زي ما حكيت لكم ممكن يكون ويف سبيد تاعت بلاستيك تقل عندي ل 212 بدل 300 او 400 في الحالة السابقة. هاي فيما يخص مفهوم الووتر هامر، شو علاقتها بالفالف كلوجر تايم، شو علاقتها بالهيد لوسز، شو علاقتها بالويف سبيد. هسه هاي كلها الحاجات اللي حكيت عنها قبل شوي ممكن ادرسها زي ما حكيت في الديزاين فيز. اذا ما قدرت احقق البروتكشن او احقق الميتيجيشن للووتر هامر في خلال الديزاين فيز بالباسيف استراتيجيز، بيجي لها الاكتيف استراتيجيز اللي هي اضافه اجهزه حمايه او بروتكشنز. وهي الاجهزه اللي انا درستها او بدنا نشوفها في خلال هذا البرزنتيشن هي البريشر ريليف فالف، الباي باس بايب، السيرجن تانك اوتوماتيك اير كنترول، الاير تشامبر، اوبن سيرج تانك. طبعا ايديال لوكيشنز لهي لهي الاجهزه بتاعت الحمايه، هاي الباي باس اللي كنا نحكي عنه قبل شوي بيكون محيط بالمضخه او بالبامب،
السيرج فيسل عادة يستخدم بالقرب من البامبنج ستيشن. عندي الفيت تانك أو ممكن يكون سيرج تانك لما يكون عندي الإليفيشن بستخدمه لما يكون في مناطق عالية. ممكن اير ريليز فاكيوم فالف أو في أجهزة تانية راح نحكي عنها كمان شوي، لكن هاي بعض الأجهزة اللي ممكن نستخدمها في الهيدروليك سيستم اللي عندي اللي ممكن تقلل لي أو تعمل لي ميتيجيشن للووتر هامر. طبعا السيميوليشن ميثودز، انا بدي احكي فقط عن الالاستيك ميثود اللي استخدمت فيها الكاركترستيك ميثود. طبعا في ميثود ثانيه بنسميها ريجيد ميثود تنحل بمعادله بسموها الفورث اوردر رينج كوتا. لكن شو الفرق ما بين هاي التو ميثودز؟ فقط للعلم، الالاستيك ميثود اللي بتاخذ بعين الاعتبار انضغاط الفلويد خلال ظاهرة الووتر هامر، لأن حكينا بتعتمد على الويف سبيد على حاجتين، نوع الفلويد اللي هو انضغاط الفلويد، وبتعتمد على انه البايب ماتيريال ممكن يتمدد خلال ظاهرة الووتر هامر. بينما ريجيد ميثود بتهمل انضغاط الفلويد وتمدد البايب. الالاستيك ميثود اذا بدك تكون في السيف سايد تحصل على نتائج دقيقة بدك تستخدم Elastic Method. إذا بدك أنت تشتغل على حسابات سريعة وتقريبية ممكن تستخدم Rigid Method اللي ممكن تحلها بشكل مباشر بمعادلة تفاضلية Differential Equation لRange Quota. طبعا الجهاز الأول اللي راح نحكي عنه Simple Search Tank بيكون عبارة عن خزان موصول بالبايبلاين. طبعا معادلات زي ما حكينا في الأول بنستخدم الكاركترستيك ميثود مع الفول إلاستيك ميثود. في عندي السي بلس معادلة، المعادلة الثانية بتعتمد على ارتفاع الماء داخل الخزان. طبعا الخزان ممكن يكون قريب من الفيتنج او الكنترول اللي بيؤدي الى وجود ظاهره الووتر هامر. طبعا هذا الفيتنج اللي بتؤدي الى ظهور الووتر هامر اللي هي المحبس، فانا بدي امتص الزياده في الضغط مباشره قبل ما تنتقل للنظام ككل، لانه اذا انتقلت للنظام وبعدين خففت تأثير الووتر هامر بيكون فشل النظام قبل ما أنا أعمل بروتكشن للنظام. فعادة بيكون الأجهزة الحماية بالقرب من المسبب. أنا المسبب عندي اللي هو إغلاق المحبس. مباشرة أنا لما بوضع الجهاز الحماية هذا بالقرب من المسبب أنا بمتص الموجة قبل ما تنتشر في النظام. ونفس الشيء أنا عندي في الحالة الثانية اللي بيسبب لي زيادة الضغط أو الووتر هامر اللي هو المضخة لما تشتغل أو تطفي. فأنا بدي أحاول أمتص تأثير الووتر هامر قبل ما تنتشر عندي للنظام. هاي الكيسز اللي راح نناقشها كمان شوي. هاي المعادلات تدرسوها بوحدكم. هسه بدنا نشوف انا عندي اخذت نوعين من الانظمه. النظام الاول اللي هو السمبل فالف ريزرفوار سيستم، انا جيت اخذت محبس مع ريزرفوار. النظام الثاني اخذت سمبل بامب، يعني اخذت مضخه مع ريزرفوار سيستم. في النظام الأول عملت التحليل على إنه الفالف يغلق بشكل مفاجئ بدون بروتكشن ديفايس أو أكتيف ديفايس،
وفي النظام الثاني عملت على السلو فالف كلوجر، اللي نعمل اغلاق بطيء للمحبس. في النظام كمان في النوع الثاني من الامثله اخذنا اللي هي البامب ستوبينج، انها تطفئ بشكل مفاجئ انستانتينيوس بدون ماء وبدون بروتكشن ديفايس، واشتغلت على الإلاستيك ميثود والريجيد كولوم ميثود. نشوف النوع الأول اللي هو محبس مع خزان، طبعا الخصائص تقريبا نفس خصائص المثال الأول اللي شفناه قبل شوي. نشوف احنا نتائج التحليل. هسه في نتائج التحليل دائما انا بحلل في الوضع الطبيعي بدون بروتكشن، بشوف الفاليوز تاعت البريشر اذا خطيره على النظام او لا. اذا بتشكل خطر فانا لازم استخدم بروتكشن ديفايس. فانا شفت في النظام الاول انها ارتفعت، يعني بدون بروتكشن ديفايس ارتفع عندي البريشر من 30 متر الهيدروليك جريد لاين لحد 300 وشوي متر. بس بعد ما استخدمت انا الاوبن سيرج تانك اللي هو الخزان المفتوح من الاعلى، طبعا ممكن ما بده عناية في الاستخدام تاعه. بعد ما استخدمت الخزان نقص عندي البريشر او الهيدروليك جريد لاين. طبعا هذا الشكل اللي بينتج عندي من استخدام التانكس بتاعت الاوبن سيرج تانك او الاير تشامبر. يعني بدك تشوف انت تخيل او من الوهله الاولى حلك صحيح او ممكن يكون صحيح، لازم تحصل على شكل الويف دامبينج ويف هذا الشكل. هسه بدنا نشوف الهيدروليك جريد لاين الماكسيمم جريد لاين والمينيمم جريد لاين. طبعا هذا الزيرو اللي هو البايب لاين بروفايل، والازرق اللي هو الستيدي ستيت هيدروليك جريد لاين. طبعا بعد ما سكرنا المحبس بشكل مفاجئ زاد عندي زي ما حكينا تقريبا 300 وشوي متر الهيدروليك جريد لاين. بعد ما استخدمنا البروتكشن اصبح عندي تقريبا 32 متر الماكسيمم هيدروليك جريد لاين، تقريبا 32 او 33 متر. هاي الحاله الاولى. طبعا هاي السلو فالف كلوجر انا اخذت 8 ثواني، نقص عندي يعني بدون استخدام الاجهزه من 300 ل 100 متر. اذا انت بتشوف ان البايب ريتنج بتاعت او البريشر ريتنج تاع البايب بتحمل لكن بدك تضع كنترول للاغلاق، ما بيلزم استخدم الاوبن سيرج تانك. هاي تقريبا نفس المثال، لكن بدنا نشوف احنا اللي هو مقارنة ما بين ريجيد كولوم ميثود اللي حكينا عنه ان انا استخدمت تو ميثودز، ريجيد كولوم ميثود والكومبليت الاستيك ميثود. طبعا في هذا المثال الامثلة البسيطة السهلة زي اللي انا حكيت عنها راح احصل على نفس النتيجة لان النظام عندي مش معقد، لكن ممكن ما احصل على نفس النتيجة لهي الامثلة المعقدة او الكومبلكس اكزامبل، ممكن ما احدث على نتائج مطابقة ما بين الريجيد كولوم وما بين الالاستيك ميثود. لكن اذا بتكون في السيف سايد استخدم الالاستيك ميثود بشكل دائم. هسه نفس الشيء الطريقة الثانية استخدمت أنا اللي هو خزان
مع بامب اللي هو النوع الثاني من الأمثلة without protection لما حللت ارتفع عندي الهيدروليك جريد لاين ل 100 وشوي بعد استخدام البروتكشن صفى عندي الهيدروليك جريد لاين بتراوح ما بين 33 او 35 او 32 او 29 ونص لحتى ما يصل كمان لستيدي ستيت جديده. بس بدنا نفهم كمان شغله انه في حاله البامب في حاله البامب بينقص البريشر بعدين بيزيد، لكن في حاله تسكير المحبس بيزيد بعدين بينقص، لانه في حاله تسكير المحبس مباشره بيرتفع الضغط بتتكون عندي البريشر ويف، لكن في حاله المضخه في حاله المضخه معروف ان عند المضخه بتضخ عندي من ارتفاع منخفض لارتفاع مرتفع، فمباشرة بيكون عندي أنا بريشر ويف، يعني بيكون عندي المي في ارتفاع عالي فبيحدث عندي عملية تفريخ في الأول فبينقص عندي البريشر، فبدي أعوض أنا هذا البريشر اللي نقص من خلال البروتكشن اللي موجود عندي في النظام اللي هو الأوبن سيرج تانك. طبعا نفس الشيء النظام الثاني بين ريجيد ميثود طبعا متطابق لانه زي ما حكيت لكم الامثله بسيطه مش فيها كومبلسيتي. As conclusion لل open search tank ان الاوبن سيرش تانك ممكن يعمل على تخفيف ال dangers effects الناتجة نتيجة زيادة الضغط أو نقصانه، لكن هذا إذا كان في عندي فرق في الارتفاع أو البروفايل عندي مش ستريت أو في عندي فرق كبير في الارتفاع فما بيكون عندي بشكل عملي إن أستخدم الأوبن سيرش تانك، لأنه بحيث أستخدم الأوبن سيرش تانك لا البروتكشن يعني في هاي الحالة لأنه مستقيم ممكن تستخدم الأوبن سيرش تانك، بس إذا كان بضخ لمنطقة عالية فوق عالية كثير يعني في فرق ما بين الديبارتشر والأرايفل بيكون عندي فرق ارتفاع عالي فبيلزمني أنا أوبن سيرش تانك عالي كثير فبكونش عندي فبكون استخدامه مش براكتيكال. فإذا كان عندي الترين فلات ممكن تستخدم الاوبن سيرش تانك، لكن اذا كان في عندي البروفايل في عندي فرق ارتفاع ما بيكون براكتيكال تستخدم الاوبن سيرش تانك، فبتلجا للنظام الثاني اللي هو الاير تشامبر الخزان المضغوط اللي بيكون في جزء منه هواء وثلثينه تقريبا ماء. طبعا الاير تشامبر يستخدم لتقليل من قيمه الماكسيمم والمينيمم بريشر الناتج نتيجه الووتر هامر، وممكن استخدامه يكون فعال او كوست افكتيف لانه ممكن انت تنشو على الارض، وممكن يكون كمان فعال لانه ممكن انت تركبه مباشره عند المضخه very close to the pump. المهم هسه نفس الشيء عندي الخزان او الاير شامبر بيكون عندي جزء منه هواء او غاز وجزء منه عباره عن او ثلثين عباره عن ماء، هاي المعادلات يعني ممكن تشوفوها لتستخدم لحساب ال HP الضغط حساب لكيو. طبعا في عندي البامب اخذت مجموعه من الحالات instantaneous pump stopping لانها
تطفي بشكل مباشر. اخذت ان الجراديوال بامب ستوبينج اللي هو لما تكون عند المومنت اوف انيرشيا 2 ولما تكون عند المومنت اوف انيرشيا 8. ايش يعني المومنت اوف انيرشيا 0 2 8؟ هسه البامب بيكون فيه زي فراشه من او مروحه من الخلف، لما تطفي هاي المروحه بتضل تلف، يعني تضل تلف كانه الفلو ما توقف بشكل كامل، فانها يكون عندي اثنين يعني في لها عزم دوران، صفر وقفت بشكل كامل. المروحه تاعت البامب لما تكون 8 كيلو جرام لكل في متر مربع، يعني ظلت تلف بشكل اسرع او تعطي فلو للنظام بالرغم انها توقفت عن العمل نتيجه عطل معين. الحاله الرابعه اخذت البامب ستوبينج باستخدام الاير تشامبر. متابعين معي؟ المتابع حط واحد، يكتب واحد. طيب ممتاز. هسه الحالة الرابعة اللي هي البامب ستوبينج ويذ انكلودينج اير تشامبر، بدنا نشوف احنا تأثير البامب انيرشيا مومنت اوف انيرشيا للبايب للمضخة، لأنه لما تيجي على الووتر هامر أو وات ايفر بروجرام بدك تستخدمه بيسألك قد ايه المومنت اوف انيرشيا تاعت المضخة اللي عندك؟ 2 2.5 3 8 وات ايفر بيسألك، لكن الورست كيس المومنت اوف انيرشيا انها تكون صفر، يعني الفلو توقف بشكل مفاجئ. كل ما زادت المومنت اوف انيرشيا بزيد عندي ان الفلو ما توقف بشكل مفاجئ، ولكن ان زاد نرجع عن حد معين راح يكون في لها ادفيرس افكت على النظام. المهم استخدمت في لاستيك ميثود وريجيد ميثود نفس الاول. هسه كان عندي بامب بتضخ لخزان، مواصفات النظام موضحه على الشكل، 3 different pipe stopping option had been chosen. عندي instantaneous زي ما حكينا 0 stopping 8 2 stopping 8 moment of inertia. بدنا نشوف احنا استخدمنا كمان خزان او air chamber لcross sectional area تاعت الخزان هاد نص متر مربع، والentrance اللي هو مساحة مقطع المدخل تاع الخزان 10 سنتي او 10 متر. هسه في التحليل الاول انه لما توقفت البامب وكانت عند المومنت اوف انيرشيا زيرو، يعني المروحه تاعت المضخه ما بتلف، يعني كيو تساوي زيرو بشكل مفاجئ، كان عندي الماكسيمم هيدروليك جايد لاين تقريبا 102 او 175، والمينيمم ناقص 69. بينما لما استخدمنا 2 كيلو جرام المومنت اوف انيرشيا قلت من 175 لتقريبا 198 شيء مشابه، يعني قلت بزياده المومنت اوف انيرشيا ل 2 قلت حوالي تحكي عن 60 70 متر. بس لو استخدمنا 8 كيلو جرام بتقل من 100 لحتى تقريبا 88. يعني اللي بدنا نعرفه انه زيادة المومنت اوف انيرشيا بتقلل لي الافكت تاعت الووتر هامر بشكل ملحوظ، لانه المومنت اوف انيرشيا لما توقف عند المضخه حتى لو فصلت الكهرباء او عطل ميكانيكي بتظل عندي الكيو تتزود للنظام، ما بتصبح عندي زيرو بشكل مفاجئ. هسه في حاله ان استخدمنا الحاله الرابعه
في حالة استخدام الكلوز سيرش تانك أو الاير تشامبر بقل عندي لحد 74، لكن بدنا نعرف انه عندي زيادة انيرشيا للمضخة لحد معين مقبول، لكن ممكن لما تتجاوز حد معين يصير لها ادفيرس افكت للنظام اللي عندك من ناحية التشغيل. اما من ناحية هيدوليك كل ما زادت مومنت اوف انيرشيا بكون احسن لحماية ضد الووتر هامر افكت. هاي الكيس الثانية بحيث نقارن ما بين الريجيد والإلاستيك، تقريبا نفس الشيء، قيم متشابهة متقاربة، لأن النظام عندي زي ما حكيت سيمبل بسيط. نفس ما حكينا قبل انه زياده المومنت اوف انيرشيا بتقلل الادفيرس افكت للووتر هامر، ونتائج متقاربه ما بين الالاستيك والريجيد ميثود حصلنا عليها. طيب هسه اللي بنحكي فيه احنا اللي هي اجهزه البروتكشن devices بشكل عام. انا ما بقدر اجي احكي عن protection against water hammer واستخدم جهاز واحد او احكي عن حاجه واحده، لان زي ما حكيت لكم ما في identical case، ما في typical case، فانت لازم تكون فاهم كل شيء بحيث انك انت تقدر تعمل protection against water hammer. انا ممكن اعطيك مثال عملي للwater hammer او للprotection device، لكن هذا المثال العملي مش ممكن انت تطبقه او ممكن ما يزبط معك، ما ينجح معك في كيس ثانيه. عشان هيك لازم تكون فاهم المبدا بشكل عام وشو الاجهزه اللي ممكن تستخدم وكيف بنفس الجهاز باليات مختلفه ممكن احنا نطبق او نقلل الووتر هامر. انا بدي اعطيك نبذه بشكل عام عن الاجهزه اللي تستخدم وكيف ممكن احنا نقلل الووتر هامر، وفي مرحله التطبيق ممكن احنا نطبق جهاز او اثنين او ثلاث او وات ايفر، لكن ما ممكن تيجي تطبق انت بشكل مباشر وانت مش عارف الايديا بيهايند الاجهزه اللي موجوده عندي. فأنا أفضل أن يكون إحنا عندنا فكرة معينة لأن بحيث نربط الجانب النظري بالعملي قبل إحنا ما نروح على الجانب العملي مباشر أو نستخدم البرنامج مباشر، بحيث لما يحكي لك كدي المومنت أوف إنيرشيا للمضخة بدك تكون عارف أنت ليه طلب منك إن المومنت أوف إنيرشيا وشو تأثيرها على السيموليشن بشكل عام، زيادة أو نقصة أو قلة. بدك تكون أنت عارف عندك فكرة عامة وشاملة عن أجهزة الحماية وشو تأثيرها على الووتر هامر والمشاكل ممكن تحدثها، وفيما بعد أنا راح أعطيك بروجكت تشتغل عليه نشتغل عليه مع بعض بالتطبيق الهامر كاد. وفي عندي إذا سمح لي الوقت في عندي مشروع عملي موجود راح أجيك كيف إحنا وصلنا ل suitable أو safe operation للووتر هامر. طبعا الجهاز الامامي هذا جهاز مهم جدا مهم جدا في حمايه against water hammer. هذا الجهاز بنسميه الداتيك او Discharging Tank with Air Control. هذا الجهاز بيشتغل كopen search tank وبيشتغل كلوز سيرش تانك بناء على الليفل تاع الووتر داخل الخزان. ايش يعني الليفل داخل الووتر داخل الخزان؟ يعني ما دام والماسوره مفتوحه بيشتغل كاوبن سيرش تانك، اذا انسدت الماسوره بينحصر الهواء في الجانبين بيشتغل كلوز سيرش تانك او اير شامبر اللي حكينا عنه قبل شوي. طبعا هذا المثال بيعطيني
آلية عمل هذا الجهاز كأوبن سيرش تانك أو ككلوز سيرش تانك. الأدفانتج تاز هذا الجهاز إنه ما بيلزمني إير كومبرسور. مثلا لو استخدمنا الإير تشامبر بيلزمني إير كومبرسور اللي هو كومبرسر تتحكم لي في ضغط الهواء داخل الخزان بحيث أحصل على ضغط ثابت داخل الخزان، لأنه مع الوقت إذا ما كان بلادر تانك مثلا ممكن يذوب الهواء في الماء ويقل عندي الضغط، فبدي أكون أنا دائما مسيطر أو متحكم في الضغط داخل الإير تشامبر. هذا النوع من الأجهزة اللي هو الداتيك أو الديسيرجنج تانك ما بيلزم عندي كومبرسر أو أني إلكتريكال ديفايسز. ممكن تبحثوا عنه في الإنترنت وتشوفوا إيش يعني هذا الجهاز. طبعا عملت السيميوليشن لهذا المثال اللي عندي، ارتفع الضغط او الهيدريك جريد لاين ل 100 باستخدام الجهاز، نقص من 100 لحتى تقريبا 42. حكينا عنها. هاي نشوف نوع الاجهزه المتبقيه بشكل سريع، الباي باس والبريشر ريليف فار. الباي باس عادة بيكون يستخدم عند المضخة أو عند البام، بحيث لو توقفت المضخة بشكل مفاجئ ترجع الماء للخزان. البريشر ريليف فار لما بتزيد عندي الضغط داخل البايب لمقدار معين بينضغط النابض أو الزومبرك وتخرج الماء بكل عندي الضغط. بس نشوف فقط بعض الأمثلة على هاي الأجهزة. هاي باستخدام البريشر ريليف فالف. طبعا كل الأمثلة لازم تعمل سيميوليشن وذاوت بروتكشن بحيث تشوف فول فرق أو إذا بتحتاج بروتكشن أو لا. باستخدام البريشر ريليف فالف قلت عندي البريشر من 200 تقريبا ل 110 او 115. استخدام الباي باس المثال الثاني كان عندي البريشر 115 او 120، بعد ما استخدمت الباي باس قل لحد 60. هاي مجموعه من الاجهزه اللي ممكن تشتغل عليها بحيث تنقص عندك او تعمل ميتيجيشن للادفيرس افكت الناتجه عن الووتر هامر او ظاهره الووتر هامر. هسه في عندي كيس ريال كيس مشروع في رباط اشتغلت فيه، كان عباره عن تحليل مشاكل الووتر هامر وكيف احنا نشوف نعمل بروتكشن للووتر هامر نتيجة زيادة الضغط ونقصان. هسه كان هذا المشروع عبارة عن بامب ستيشن اسمها أم عزة بتضخ لموقع من رباط لحد الدار البيضاء في كذا بلاندن. تقريبا طول المشروع حوالي 4.5 كيلو والدياميتر تاع البايب 2 متر. هسه نشوف احنا السكيم تاعت المشروع كيف كانت. كان عندي خزان ماي، من الخزان بناخذ او الخزان بودي الماي على المضخة. هذا البايب دياميتر تاعه 2 متر و20 سم، طول السكشن هذا 670 متر، ارتفاع الخزان 32، طبعا هي منطقة ساحلية تقريبا 32
متر وارتفاع المضخات 60 متر. طبعا هاي المضخات تضخ لخزان في منطقة عليا، سعة هذا الخزان 2000 كوب، 2000 متر مكعب. طبعا زي ما حكيت لكم تقريبا 5 كيلو طول الخط، 5 كيلو متر، دياميتر تاع الخط 200 او 2000 ملي متر اللي هو 2 متر. الخط هذا من المضخات حتى يصل للخزان ينقسم الى قسمين. في عندي ايون سكشن طوله 1000 متر، النومينال بريشر تاعه 26 بار. يعني في عندي هان 1000 متر النومينال بريشر تاعته 26 بار. بقيه الطول هي بريستريسد كونكريت طولها 3880 متر، النومينال بريشر تاعها 10 بار. المهم عندي خزان، عندي مضخات تضخ الماء الى خزان علوي سعته 2000 كوب، وهذا البايب لاين بروفايل تاعي الخزان. المضخات موجوده تحت على 16 متر، والخزان موجود على تقريبا 189 او 181 متر. كان المطلوب نعمل تحليل لهذا المشروع، هل للووتر هامر، بنشوف احنا تاثير الووتر هامر وكيف اذا في ادفيرس افكت كيف نحمي هذا النظام. طبعا السيميوليشن في الاول لازم اعمل الاوبريشن اندر ستيدي ستيت بحيث اشوف انا اذا النظام بده حمايه او بدوش اجهزه حمايه. وبدنا نشوف الاوبريشن اندر ترانزنت كونديشنز، الاوبريشن under transient condition with water hammer protection. يعني بدي اعمل ثلاث: steady state, transient state with protection. هسه لانه الانظمه حكينا عنها، حكينا عن ان الانظمه فيش نظام بيشبه الاخر. هذا النظام under steady state اي الهيدروليك جريد لاين موجود باللون الازرق والبايب بروفايل، يعني انه انا بقدر اوصل الخزانات بالماء بما انه الهيدروليك جريد لاين اعلى من البايب لاين بروفايل. هذه الحاله الاولى اندر ستدي ستيت. جينا عملنا السيميوليشن اندر ووتر هامر او ان ستدي ستيت، فشفت انا الماكسيمم الموجود بالخط الاحمر والستدي ستيت. شوف انت الفرق ما بين الستدي ستيت والترانزنت ستيت او الانستيدي ستيت، وتحول عندي البريشر من 180 189 لحد 260. وعندي كمان الخط الزهر بيقع تحت البايب لاين بروفايل. ايش يعني خط الزهر بيقع تحت البايب لاين بروفايل؟ يعني انا في هاي المقطع من تقريبا ستيشن 1200 لحتى الاخر بيقع تحت الكافيتيشن المينيمم بريشر، يعني راح يحدث عندي كافيتيشن بما انه عندي المينيمم اقل من البايب لاين بروفايل. طيب بما انه راح يحدث عندي كافيتيشن، يعني لا البايب تاعي او النظام اللي عندي بيتوجب اجهزه حمايه او بروتكشن ديفايسز. هسه بدنا نشوف السيموليشن اندر ترانزنت كونديشن وذ ووتر هامر بروتكشنز. هسه بما انه عندي النظام او الووتر هامر الفكره فيه فيش عندي نظام شبيه بالثاني، ممكن انا استخدمت هذه السيناريوز الاربعه الموجوده عندي. استخدمت بريشر ريليف فالف لحاله، بعدين جيت استخدمت بريشر ريليف فالف مع اوتوماتيك اير كنترول، بعدين استخدمت اثنين ريليف، واحد ريليف فالف واثنين خزانات. في السيناريو الرابع استخدمت ثلاث خزانات مع اي ريليف فالف. يعني ممكن واحد ثاني يستخدم اليه اخرى بسيناريوز ثانيات ويصل لنفس النتيجه او نتيجه مقبوله. هنشوف انا هاي السيستم او السيناريوز اللي اقترحتها.
اقترحت اعمل اير ريليف فالف، اقترحت اعمل خزان واحد اثنين ثلاث. طبعا الدايمنشنز بتاعت الخزانات اللي معني ممكن اعطيها فيما بعد الدايمنشنز بتاعت الخزانات، لكن انا استخدمت اربع بروتكشنز ديفايسز بحيث احمي البايب لاين بروفايل الموجود عندي. نشوف انا في السيناريو الاول ما تاثر عندي النظام بشكل كبير، لكن عندي الماكسيمم اصبح سموث اكثر من الاول، والارتفاع اقل لكن مش بشكل كبير، والكافيتيشن ظل موجود عندي على مسار الخط. لما جيت استخدمت السيناريو الثاني نفس الشيء ما تأثر بشكل كبير لكن السموثنج زاد. السيناريو الثالث لما استخدمت الجهازين النيجاتيف بريشر قل بشكل كبير والماكسيمم بريشر قل بشكل كبير واصبح سموث، لكن في عندي هذا المقطع انا لازم اتجنب النيجاتيف بريشر بشكل كامل، مش لازم يكون عندي نيجاتيف بريشر، ما دام عندي المينيموم اقل من البروفايل معناها عندي انا ظاهره بنسميها النيجاتيف بريشر او كافيتيشن بريشر، ممكن يحدث عندي يتحول عندي الماء الى بخار او فقاعات ماء. في هاي الحاله النيجاتيف بريشر مش لازم تكون عندي تحت البايب لاين بروفايل باي شكل من الاشكال. فالجهازين اللي انا استخدمتهم ما حمول النظام بشكل كامل. فالسيناريو الرابع جيت استخدمت ثلاثة بروتكشن ديفايسز، حصلت على انه الماكسيمم مطابق للستيدي ستيت، وانه النيجاتيف بريشر اختفى بشكل كامل. فانا بقدر احكي او احكم انه في هذه الحالة انه استخدام هاي البروتكشن ديفايسز ممكن تكون هي حل ناجح لحماية النظام من الاثار بتاعت الووتر هامر. هذا بالنسبة كرأيي انا وكاقتراحي في حماية هذا النظام من الووتر من اثار الووتر هامر، لكن يختلف التفكير من مهندس لمهندس، يختلف الاسلوب، يختلف الاجهزه اللي ممكن تستخدمها. فيش عندي بعيد وبكرر، فيش عندي نظام او تفكير ثابت لجميع المهندسين يستخدموه في نفس اللحظه او في نفس الوقت لنظام لانظمه مختلفه. كل نظام وله خصوصياته وله خصائصه الهيدروليكيه المختلفه عن الانظمه الاخرى. هاي الكونكلوجن انه احنا وصلنا ل visible او safe design للنظام. طبعا اذا في اسئلة او في شيء بدكم تسألوا عنه انا موجود. شكرا جزيلا دكتور، جزاكم الله خيرا على المحاضرة الرائعة، وربنا يعرف ميزان حسنات حضرتك ان شاء الله. لو حد عنده اي اسئله يرجع يعمل ريز هاند. باشمهندس مينا، حد عنده اي اسئله؟ طيب اذا فيش اسئله يا مهندس، احنا بحيث نربط الايش اللي اخذناه اليوم الايش العملي او الشغل على البرامج، احنا حددنا تقريبا لقاء ثاني، واذا بنحتاج ان انا مش عندي مشكله بعطي لقاءين ثلاث اربع، المهم ان احنا نخرج بالافاده او الفائده اللي مرجوه من هاي اللقاء، خاصه ان انا حكيت لك الووتر هامر، حكيت للجميع ان الووتر هامر بياخذش نصيبه من الكورسات اللي بيشتغل التدرس في الجامعات عندنا. فلما بتصل لمرحله الووتر هامر او تحليل الووتر هامر بتشوف كان المهندس بخاف
او بقدرش ياخذ قرار. جميع انا بحكي لك المشاريع عندنا في قصر فلسطين هي مشاريع تمويل خارجي، الاشراف بكون خارجي على المشاريع. فلما بيصل لهي المرحله بيحولوا الاشراف او الحكم فيها او الفيصل فيها للدول المانحه، لفرنسا او لامريكا او وكيفها جاي المشروع منها. فانا بحب انه احنا نركز على هاي الامور، خاصه زي ما حكيت انه ما بتاخذ حقها في الكورسات التعليميه في الجامعات عندنا واعتقد في الوطن العربي ككل. صحيح يا دكتور، متفق معك جدا، وان شاء الله احنا في انتظار المحاضره القادمه من الخميس القادم باذن الله الساعه 8 مساء بتوقيت مصر باذن الله. وجزاكم الله خيرا، هو واضح ان ما فيش اسئله يعني. ان شاء الله، يعطيكم الف عافيه. حتى الان الله يكرمك دكتور، جزاكم الله خيرا، وانا هنشر الرابط حالا لتسجيل الحضور. دكتور عصام حضرتك معانا؟ نعم معك. في حد بيسال عن الماده العلميه او ريفرنس او برزنتيشن، يعني هل ممكن متوفره ام لا؟ ما بعطيك اياها، فيش مشكله، بس هاي الماده على شكل بريز، يعني مشروع بريز، بعطيك اياها على الجوجل دوك لانه حجمه كبير. تمام، ما فيش اي مشكله، ان شاء الله بننشره مع الفيديو على القناة بتاعت اليوتيوب إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا دكتور. حياكم. وفي انتظار حضرتك إن شاء الله. يعطيكم العافية. المحاضرة القادمة بإذن الله. شكرا. شكرا لجميع الحضور.